السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو النهاردة خالص سهل جدا، زي ما انتم شايفين بنقسم 30 30 30 وبالعرض 30 30 30. حجم المشط اللي معانا ده 3 مرات، يعني قسته طلع 10 سنتي، عشان كده قسمت 30 في 30. الادوات اللي معانا زي ما انتم شايفين معجون لندوي او معجون جاهز، اهو حبة قدام عندي، بس انت تجيب حبة جداد بقى. هتحتاج ميه زي دي عشان تغسل فيها المشط بتاعك اللي زي ده. يلا تابعونا. زي ما انتم شايفين بالسكينه بتاعتك، وهتبدا تفرد المعجونه زي كده. طبعا المعجونه اللي معايا مش كويسه شويه، بس هنشغلها برضو، هي اللي موجوده شايفين. طبعا زي ما انتم شايفين بتحاول تعمل سمك واحد. طبعا شايفين التخطيطه بتاعتنا ديت، دي ما يهمكش منها، دي تخطيطه بسبب ان المعجونه اللي معانا قديمه وفيها زي حس وكده. الخطوه اللي بعد كده هتجيب المشط بتاعك اللي زي ده، قرب شويه عليا، شايفين ببدا كده اول واحده كده تمام، بعلم بالفرشه وبنزل الثانيه اهو، الثالثه على السريع اهو، واحد اهو شايفين، بنفس الطريقه دي كده. اللي بعد كده يا جماعه نفس النظام اهو شايفين، حط معجونك برضه، موضوع سهل خالص. وزي ما قلت لازم المعجون معاك يبقى نظيف، ده معجون لندوي حبايبنا اهل الجزائر واهل المغرب، هم طبعا اللي عارفين يعني ايه لندوي، الباقي يعرف اللي هو معجون جاهز وخلاص. شايفين بملى المربع بتاعي، بعد ما غسلت المشط ببدا اعمل كده نص دايره اهو برضه عشوائية. تمام؟ طبعا الشكل بتاعنا اتضح يا جماعة، هيبقى شكل مربعات وشكل دواير. طبعا تفرق المعجون زي كده معاكم بالراحة خالص اهو. طبعا مش عايز اقول تاني، المعجون اللي معايا مش كويسة، فيها زي حس وكده قديمة عندي، بس هي حاليا هي دي اللي متواجدة معايا. فهي بتخطط التخطيطه ديت ما يهمكش منها، لان احنا كده كده بالمشط بنداري. المشط بتاعك بعد ما بتكسره بميه اهو، بتاخد خط زي كده والثانيه والثالثه هكذا، هنا العكس اهو، قرب شويه يا معلم شايفين، بص اهو ونفس المربع اللي بعد كده نفس النظام اهو. على مهلك خلاص، ما تستعجلش، احنا مش مستعجلين، الشغل ده عايز رواقه. طبعا المعجونه كمان لما تكون معاك جديده هتبقى احسن من اللي معايا. حد هيقول لي ما جبتش معجونه جديده ليه؟ هقول له احنا بنعمل الشغل ده وبيتلغي تاني، فالاولى ان انا اخلص المعجونه اللي عندي اللي ملهاش لازمه. تمام؟ شايفين يا جماعه الموضوع سهل خالص اهو، مشط في ايديا، باخد مثلا نص دايره اهو كده شايفين؟ اه. طبعا لو في حته معجونه زي كده حاول تنضف المشط. ممكن تعيد تاني على اللي انت عاملها لو فيها خط. اه. الدوائر دي عشوائيه. اه. شوف ممكن اعيد مره واثنين وثلاثه وخمسه وعشره براحتي لو في خطوط مش عايز. يلا تابعونا بقى على السريع. وبكده يبقى خلاص خلصنا المعجون. الخطوه اللي بعد كده هتبدا تشيل التب بتاعك زي كده بالراحه وهو طري تمام، وبعد الجفاف هتبدا تشتغل دهانك الابيض او الرصاص. يلا تابعونا تمام. خلاص بعد 3 ساعات بعد الجفاف هتبدا هتمشي ايدك على الجدار زي كده تمام، عشان الزيادات اهو بنفس الطريقه دي، وهتبدا تدهن دهان مائي مطفي، بلاستيك مطفي او دهان مائي مطفي تمام. احنا عملنا لون رصاصي او رمادي، لون رمادي فاتح زي كده اهو شايفينه. هنبدا ندهن كل الشغل بتاعنا. يلا تابعونا.
طبعا يا جماعه ممكن تستخدم اي لون، ممكن تشتغل لون ساده زي كده زي ما احنا شغالين كده، مش لازم اللون اللي انا شغاله، ممكن تعمل بيج، ممكن تعمل رصاصي، ممكن تعمل احمر، ممكن تعمل نبيتي، ممكن تعمل ذهبي. طبعا الديكور اللي احنا عاملينه ينفع ساده كده زي ما انتم شايفين كده، ممكن يتشطب لون ساده، لون واحد زي كده، ممكن ابيض اسود. تمام، شوف الشكل كده. الخطوه اللي بعد كده هتجيب علبه فضه زي دي كده، شايفينها موجوده في اي مكان، وهتفضيها في اي علبه بنفس الطريقه دي، وهنبدا ندهن. طبعا دي مش غاليه يا جماعه، الفضه وموجود في كل مكان. هتبدا بالروله بتاعتك الصغيره، قرب يا معلم عليا، انا عايزك تقرب لي على البلاطه شويه خلاص عشان تبان. طبعا البلاطه اللي انتم شايفينها دي يا جماعه اللي معموله بالمشط مربعات، هتظهر لك لونين، يعني شايفين انا دهن لون واحد اهو، هتبان لك لوحدها دي لون ودي لون ودي لون، هتبان فيها لونين، بلاطه غامقه وبلاطه فاتحه، شايفينها من قريب؟ قرب عليها كده شويه. اوكي يلا. طبعا اللون الفضي يا جماعه جميل خالص، بيظهر معاك الشغل متجسد عشان الناس ما تتوهش. شايفين البلاطه؟ البلاطه اللي بالعرض ديت انا ان شاء الله هعمل لكم منها فيديو، شايفين بتظهر لونين لوحدها حتى لو انت دهن نفس اللون، شايفين هعمل لكم منها ان شاء الله فيديو كامل بنفس الطريقه دي. قرب شويه يا معلم. حد مركز معايا واخد باله؟ المربعات اللي انا بدهنها دي اللي هي الشكل ده بيطلع لونين، هتلاحظ ان ديت غامقه عندي، دي فاتحه، شايفين نفس اللون، ودي غامقه، دي فاتحه ودي غامقه. طبعا ممكن تعيد وش واثنين وثلاثة يا جماعة، بس كده، هو احنا عملنا وش واحد بس، بحاول ان انا امشي بالرولة على الشغل كله زي كده. وبكده يبقى خلاص خلصنا، وبكده يبقى خلاص وصلنا لنهاية الفيديو. الطريقة خلاص سهلة خالص وبسيطة، كل اللي عليك معجون لندوي او معجون جاهز ومشط الشعر، خد مشط مراتك او اختك من غير ما حد يشوفك، وده الشكل. وكان معكم اخوكم محمود الحلواني، لو عجبك الفيديو اشتراك لايك اكتب لي تعليق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.